إذا يأتي تقديم هذا التقرير حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب على إثر الحملة التي قامها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار من سكتوش على العنف ضد النساء، والتي اختار أن يحدد لها حيزا زمنيا على امتداد سنة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022، وكانت عندها بعد وطني وجهوي للتحسيس بهذا الموضوع وتشجيع ناجية من العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب. إذن هذا التقرير كيشتمل على عدة محاور، من ضمنها تحليل ودراسة عينة من الحكم القضائية الصادرة في الموضوع، وكذلك مخرجات ملاحظات المحاكمات التي قام بها المجلس والمرتبطة كذلك بجرائم العنف ضد النساء، مع كذلك تقديم رصد لعينات للعينات المتابعة الصحفية لجرائم العنف ضد النساء. بين هاد الدراسة وقفت على مجموعة من المكتسبات ومن ممارسة الفضلة، كذلك وقفت على إشكاليات من شأنها أن تعيق وأن تثني ناجية من العنف عن التبليغ عنه، وكذلك أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب. هي إشكاليات مرتبطة بإجراءات ومسار التبليغ، إشكاليات مرتبطة بتكييف الأفعال الجرمية، وكذلك مرتبطة بوصول ناجية من العنف إلى المساعدة القضائية والمشورة القانونية، عيب الإثبات، كذلك إشكاليات متصلة بالعقوبة المحكوم بها في جرائم العنف ضد النساء والتعويضات المستحقة لهن. أصدر المجلس على إصدار هذا التقرير بطبيعة الحال مجموعة من الخلاصات والتوصيات، وهي خلاصات بخصوص ممارسة الاتفاقية وتشجيع على انضمام على صكوك واتفاقيات تخص الموضوع، وكذلك توصيات بخصوص التشريعات خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، قانون التجارة بالبشر، الإطار القانوني للمساعدة القضائية، وكذلك هناك توصيات للمؤسسة في السياسة العمومية وتوصيات موجهة للإعلام والصحافة. يأتي عقد هذا اللقاء في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مخرجات تقرير وطني عده حول واقع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء ومناهضة الإفلاس من العقاب، فاختار المجلس أن يتجاوز الحيز الزمني المخصص لحملة الأيام الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء، وأن يقدم حملة وطنية وتقريرا وطنيا حول هذه الظاهرة. هذا التقرير تكون من 3 أجزاء أساسية. الأول يخص تحليل عينة من الأحكام القضائية، الجزء الثاني يخص ملاحظة مجموعة من المحاكمات، والجزء الثالث يتعلق برصد مجموعة من المواد الإعلامية أو المواد التي تنشر في الإعلام. خلص التقرير إلى وجود ارتفاع في التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء، وجود إطار قانوني شجع على توسيع قاعدة التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء، وهو يتمثل في قانون محاربة العنف ضد النساء، أيضا وجود خلايا تساعد على دعم النساء الناجيات من العنف في الوصول إلى العدالة، وجود تجارب فضلة على مستوى مجموعة من المحاكم تتعلق مثلا بإفراد قضايا العنف ضد النساء بجلسات مستقلة من أجل تسريع المسطرة، أيضا وجود إشكاليات تتعلق بالإطار المفاهيمي وبواقع الممارسة، خاصة ما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بتدقيق بعض المفاهيم الموجودة في القانون الجنائي كالتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العرض.